عبر شوف سبور نحييكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم من امام مركب محمد الخامس دونور بمدينه الدار البيضاء. خرجنا اليوم باش نسولوا الجمهور الرجاوي شنو التوقع ديالو الماتش غدا الحاسم كونتر مازيمبي الكونغولي لحساب الدور ربع النهائي لقاء الذهاب. خليكم معنا نشوفوا ارائهم ورجع لكم من بعد. ان شاء الله مربوح، ان شاء الله مع الدراجه، ان شاء الله شي 3-0 ولا 2-0 ان شاء الله مربوح. راه حقاش جمهور الرجاء فارق عالمي وفارق كبير تبارك الله، يعني ما نحتاجوش اننا نخافوا من شي حاجه، شي 0 ولا 3-0 ان شاء الله شي ريمونتاد زوينه ان شاء الله. التوقعات ديالي مازيمبي مجاهدين على الرجاء شويه، بلي غيضربوا مازيمبي غيضربوا الرجاء 1-0. وانا بالنسبه انا ودادي، ولكن سي بوسيبل تربح الرجاء ممكن. الرجاء مدخله انا في تيرانها وعندها جمهور وكتلعب احسن على خارج تيران وممكن تربح. التوقعات ديالي ممكن تربح ان شاء الله. حنا بغينا توصل حتى 3-0 باش لابشينا في الروتور ثاني، واخا الماركو بيت ماشي مشكل حتى نلعبوا في بلادهم، فهمتي؟ هنايا دابا مع الجمهور وهاد الاتعاب ديال الرجاويين اللي باتوا هنا حدا دونور حتى الصباح، كاين اللي مو جيبها ليه الفطوره في قفه، والله ملك دابا الناس يجيبوا لهم الفطوره في قفه هنا تيعطوهم بحال تيتسناو الورقه، هالورقه تيتسناو. غدا ان شاء الله تنطلبوا من الله الحفيظ ومتولي يحمروا لنا الوجه ديالنا ابار دوك الاخرين، هادو هما اللي هادو هما القدام ديال الرجاء. التوقع ديالي فريق الرجاء البيضاوي 3-0 ان شاء الله باذن الله، محسن متولي ومالونغو ثالث احداد ان شاء الله باذن الله. هما غيرجعوا اللور ولكن حنا غنركبوا غنماركيو وغنديو ثلاثه النقاط ديالنا غنديوهم من هنا ان شاء الله. وثيق فرقتي هذيك، فرقتي خصني نثيق فيها، حتى الفرقه ديالي راه كنحبها وكنموت عليها من بكري من صغري وانا كنعشق فريق الرجاء البيضاوي. ان شاء الله باذن الله غدا 3 بوان ان شاء الله. ماتش الرجاء هذا سؤال بعدا ما خصكش تسولو، باين الرجاء غتربح حيت هذا عرفتي فين فين كاين انت دابا في تيران محمد الخامس. الرجاء الجمهور ان شاء الله جي نهار الجمعه ان شاء الله وغتعيش غتعيش داك الشيء اللي ما عمرك ما شفتيه. الرجاء ان شاء الله احسن متفائلين، سمعتي 3-0 مالونغو هو اللي غنطلقوا عليهم حنا نهار الجمعه غتشوفوا بارك. حنا بغينا غير ماركي غير على مازيمبي وماركي على الوداد، بارك هادشي اللي بغينا ان شاء الله باذن الله. غيلعب وملي جا وملي كاين المايسترو جا المايسترو الحفيظي والكرون شاب متولي ما نخافوش، حنا نقدروا نتفرجوا وحنا فرحانين مع الدخله فرحانين. ما خاصنا والو، هادشي خاصنا حنا، خاصنا غير الجامعه تقلب علينا، هادشي اللي خاصنا. ورجعنا لكم مشاهدي شوف سبور فيما كنتم بعد ما تبعنا اراء الشارع الرياضي الرجاوي قبل الماتش ديال مازيمبي غدا لحساب الدور الذهاب من الربع النهائي تشامبيونز ليغ. جمهور الرجاوي متفائل بزاف بالنتيجه غدا، كاين اللي قال باللي الرجاء غتربح ب 3-1، كاين اللي قال الرجاء غتربح ب 2-0. كنتمنوا التوفيق للرجاء الرياضي غدا في تشامبيونز ليغ. تحياتنا لكم والعقبه الجايه ان شاء الله للوداد الرياضي اللي غيلعب السبت. تحياتنا للجمهور اللي كيتبعنا عبر قناتكم شوف تيفي، الى اللقاء.